السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم أغلى وأرقى متابعين. معنا خبر النهاردة بيقول: أحمد العوضي يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل ما حدث مع ياسمين عبد العزيز، معترفا بوجود خلاف بينهم. العوضي يوجه رسالة لياسمين عبد العزيز. قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. كشف الفنان أحمد العوضي تفاصيل ما حدث بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدا أن ما بينهما خلاف وليس أكثر. وكتب أحمد العوضي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك قائلا: صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبة زي أي زوجين طبيعيين. وكمل وقال: ياسمين على طبيعتها عبرت عن غضبها زي أي أخت من إخواتي لما بتتصرف، لأنها بتتصرف بتلقائية على طبيعتها بعيدا عن النجومية. وكمل وقال: فمنعا للقيل والقال، أنا بقول لها أني بحبك، واللي بيني وبينك أكبر بكتير من أي خلاف وأي كلام فاضي. لتنهال عليه التعليقات متمنيين له ولزوجته ياسمين عبد العزيز السعادة والاستقرار. وفي أول تعليق للفنان أحمد العوضي على أخبار انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، نشر العوضي صورة له مع ياسمين عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، وأرفق الصورة بتعليق قائلا: مهما يحصل بينا هتفضلي انت كل حاجة وكل حياتي، بحبك. وشهدت الساعات الماضية انتشار شائعات عن انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، إلى جانب انتقادات متبادلة بين ياسمين وشقيقها وائل عبد العزيز الذي أعلن تضامنه مع مرضها، لترد باتهامه ببيعها مقابل الحصول على سيارة مرسيدس، وهو ما رفضه الأخير ليهاجمها قبل أن يحذف الشقيقين رسائلهم السلبية. وانهالت التعليقات من قبل الجمهور على صورة وتعليق أحمد العوضي، وتمنى أغلبهم عودة المياه لمجاريها كما كانت. وجاء في رصد لعدد من التعليقات: أمانة اوعوا تنفصلوا، كل الناس بتحبكم، انتوا مثال للحب الحقيقي. وكانت ياسمين عبد العزيز قد أحدثت جدلا عقب نشرها صورة عبر إنستجرام بعد عودتها يوم الأحد من رحلة علاجية في سويسرا، وكتبت فيها: ستعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله. وقامت بعدها بحذف متابعة زوجها عبر حسابها في إنستجرام وسط تساؤلات مستغربة من هذا القرار. وفي وقت ذكرت فيه تقارير أن العوضي سافر معها برحلة علاجها الجديدة وعاد معها، لكن الغموض ما زال سائدا كون الثنائي لم يوضح التفاصيل الحقيقية لما يجري بينهم. وبكده تكون أخبارنا خلصت من قناة يومياتي أنا وعائلتي، ومعاكم دايما بكل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.